قربت الفنانة ميرنا المهندس انها تخلص تصوير دورها في مسلسل اريد رجلا، وباقي ليها بس المشاهد الخاصة بالجوازة الثالثة ليها في الاحداث. وبتجسد ميرنا فيه دور اميرة وهي مهندسة ديكور بتحلم تبقى مذيعة مشهورة، وبتتجوز ثلاث مرات، الاولى من الفنان ظفر العابدين، والثانية من اشرف زكي، اما الثالثة فمن نضال نجم. المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتبة نور عبد المجيد، وكتب له السيناريو والحوار شهير سلام، ومن بطولة اياد نصار وسهير المرشدي ولقاء سويدان، ومن اخراج محمد مصطفى.